عندنا الفكرة ديال الصناعة التقليدية باش ما تموتش نهائيا، لأنه الفكرة ديال الناس اللي ولاو دابا اللي تيصوبوا الديور تيقولوا بين الديور بين نصوبهم روميين ما يمكنش نديروا الصناعة التقليدية في دارنا، لا ما يمكنش، ممكن دابا تقدر ديرها في دارك. ولينا تنديروا الصناعة التقليدية، طورناها، دخلنا لها شوية المودرن باش تقدر تديرها في دار رومية، في دار بلدية، في اي في 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 ميزون في رياض، في في اوتيل، في اي حاجة ممكن تدير صناعة تقليدية دخلنا لها طورناها. بالنسبة للصناعة التقليدية راه كاين فيها حريفية، انا درت العالم باسره وتنشوف احسن صناعة تقليدية في العالم تقريبا هي الصناعة التقليدية المغربية، وطورنا الحمد لله وباقي نزيدوا للقدام. والفكره ديال المهندس ديكور تيجيب لنا حتى هو الفكره، وحنا تنعاودوا نزيدوا تنتعاونوا معاه، والصانع التقليدي تيعاود يصوب لنا نموذج باش نطلقوا الخدمه، نعطيو فكره باش تعجب مول الدار. الماده الاوليه تجي نحاس ورقه وتنفصلوها على حسب الموديل اللي بغى الزبون، وعلى حسب الفكره اللي بغا. كاين اللي يقدر يبغيها تريات، كاين اللي تيبغيها طبله، كله والفكره ديالو. حنا الكليان تيعطينا الفكره وحنا تنطبقوها، طورناها ما خليناهاش بقات في بلاصتها، لانه الفكره المهندس ديكور تيجيب لنا فكره وحنا تنعاودوا نزيدوا الفكره فكره فوق فكره، هي باش تنزيدوا للقدام وما تنتسناوش السائح حتى يجي، تنوجدوا ليه حنا شي حاجه اللي تعجبو، ماشي تنتسناو هو يجيب لنا الفكره، حنا تنعطيوه الفكره باش هو يزيدنا فكره اخرى فوق منها، على حسب الثمن، وعلى حسب الا بغى جوده عاليه على حسب النحاس ديال 8 و9 و10 و12 الماده الاوليه، والا بغى النحاس رقيق راه تنصوبوا ليه. المهم راه كلشي تياخذ اللي تيناسبو صافي، فيه نحاس احمر وفيه نحاس اصفر على حسب الذوق وعلى حسب الشهوه ديال الزبون. دابا الاجانب كاينه واحد 40% ديال الاجانب، ولكن الناس ديال البلاد دابا طوروا الرياضات والوطيلات حتى هما ولاو تياخذوا فكره بانه طوروا ماشي دايرين البلدي 100%، ولينا طورنا ديرنا لاتوش مودرن شويه على 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 حسب الزبون باش النحاس يزيد تطور، والصانع التقليدي ما يمشيش لحرفه اخرى، لانه راه عنده تيخرج الدم نديه ما تيخرجش شي حاجه. راه انت شتي البياسه كي تتكون وكي تترجع مستقبلا ان شاء الله تعاود تشوفها كي بتوصل، راه ما شاء الله. وهذا الشيء كله صنع يدوي، الصانع التقليدي الا كانت المعامله ديالو مزيانه راه في نفس الوقت راه هو تيطور راسه.